اجتماع لكبار المسؤولين في فريق الرئيس باراك اوباما الاقتصادي في محاولة لتجنب انزلاق البلاد في ازمة اقتصادية جديدة. البيت الابيض يقف بجوار من ينادون بفرض عقوبات على مسؤولين في وول ستريت. اوباما نفسه لوح بمزيد من الاجراءات تستهدف هؤلاء. نعمل من اجل تغيير الوضع الحالي في صالح الشعب الامريكي. من يعارض هذه الاجراءات يخاطر بحلول ازمة اقتصادية كالتي مرت بنا. وهذا غير مقبول العقوبات التي تتحدث عنها الحكومه توائم الوضع الحالي في وول ستريت فبنك جولدمان ساكس تربح العام الماضي 13 مليار دولار رغم الازمه الماليه الاتهامات تعود الى عام 2007 قبل ازمه سوق العقارات السلطات الامريكيه تقول ان بنك جولدن ساكس باع منتجات اصدرها خصيصا ليخسر من يستثمر فيها لصالح البنك المستثمرون ظلوا يتوجهون الى سوق العقارات على اعتبار انه سيستمر في تحقيق الارباح بل انهم ضخوا اموالهم في صناديق استثمار عاليه المخاطر ما جعلهم يخسرون المليارات من دشده الازمه لجنه الاوراق الماليه والصرف اتهمت البنك بخداع المستثمرين واخفاء معلومات اساسيه عنهم ووصفت المنتجات التي بيعت للمستثمرين بانها كانت جديده لكن وسائل الخداع التي استخدمت كانت قديمه البنك رد على الاتهامات قائلا ان لا اساس لها من الصحه وانه سيفندها وسيعمل على حمايه سمعه البنك سمعة ضربت اليوم في مقتل، ما ادى الى انخفاض عام في الاسواق مع اتهام السلطات الامريكيه احد اهم البنوك بخداع عملائه على المدى القريب ستجعل هذه الانباء عملاء جولدن ساكس يشكون فيما يقدمه البنك لهم وهذا سوف يفيد منافسيه حيث سيقوم بعض العملاء بتركه والتوجه الى بنوك اخرى الأزمة التي يتعرض لها البنك قد يكون لها تأثيرات عالمية فبنك رويال بنك اوف سكوتلاند البريطاني وغيره من البنوك حول العالم ترتبط بعلاقات قوية مع بنك جولدمان ساكس